من انطلاقات هذا الصباح المميز وشوطنا هنا الثامن في مجموع الأشواط تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيق. شوطنا الثامن خاص هنا أيضا للإذاعة القعدان المهجنات الأصائل لأبناء القبائل في انطلاق وتحدي صباحي جميل. نتابع معكم مجريات هذا الشوط، نتابع الصدارة والمركز الأول مايخا هنا والتغيير على الصدارة من مجازف محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة الاكتبي من يأتي على الصدارة، وعلى المركز الأول ما يخاف في المركز الثاني العيسى بن علي بن محمد بن حسن السليطيني من يأتينا أو السليطي من يأتي بهذه الانطلاقة على المركز الثاني. وفي المركز الثالث أم ولع نايد بن مسلم بالزفنة العامري وصلب مسلم مع هذا الشعار المتميز في هذا الانطلاق هو التحدي الجميل. هناك الوصول من بارود جابر بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود من يأتينا على المركز الرابع. وفي المركز الخامس، المركز الخامس وصل مبعد حمد بن سعيد بن حارب العفاري، وسادس المراكز هذه الانطلاقة والتحدي والإثارة مشاهدينا الكرام في هذا الأداء الجميل. هنا شاهين يأتينا لسالم بن عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي من يتواجد على المركز السادس. وفي المركز السابع يأتي سلهود مطر بن محمد بن علي بن القريني المنصوري، والوصول من مروج سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي من يأتينا بهذه الانطلاقة على ثامن المراكز. وفي المركز التاسع، المركز التاسع والمنطلق على تاسع المراكز مودع هنا من ينطلق فيصل بن خالد بن سعود بن حثلين من يأتينا على المركز التاسع. وعاشر المراكز نشوان سعيد بن حميد العويسي من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتيجة في هذا الانطلاق والتحدي للمراكز العشرة الأولى ذعناها على حضراتكم في انطلاق وتحدي جميل. نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى التغيير الذي طرى وجرى على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. أمولع أمولع من انتزع الصدارة ولع زمام هذا الشوط نار حتى اللحظة مع أبو مسلم نايد بن مسلم بالزفنة العامري من انطلق بمولع على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني ويأتينا على ثاني المراكز هذه اللحظات هنا والمنطلق بارود جابر بن راشد بن جابر بن حمد بن مسعود المري من يأتينا على المركز الثاني. وثالث المراكز عندك يا بن حلوة هنا في هذه الانطلاقة مجازف محمد بن أحمد بن سعيد بن حلوة لقتبي، والوصول الوصول من ما يخاف عيسى بن علي بن محمد بن حسن الصليطي من يأتينا على المركز الرابع. المركز الخامس مبعد حمد بن سعيد بن حارب العفاري من ينطلق هنا على المركز في هذه اللحظات الخامس، وتحديات جميلة خماسية متميزة. شاهين على المركز السادس، سالم بن عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي. وفي المركز السابع سلهود مطر بن محمد علي بن القرين المنصوري من يأتينا على المركز السابع. وفي المركز الثامن، المركز الثامن مروج سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي على ثامن المراكز. وفي المركز التاسع، المركز التاسع ملبي سالم بن حميد بن سلطان الزرعي من وصل هنا بهذه الانطلاقة والوصول من مودع فيصل بن خالد بن سعود بن حثلين من يأتينا على المركز العاشر. هذه هي النتائج للعشر المراكز الأولى. يسلم التحديات والإثارة بدت مشاهدينا ومتابعينا الكروم، ولكن هنا الصدارة والمقدمة والمركز الأول والسيطرة من مولع 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 على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. نايد بن مسلم بالزفنة العامري من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. انطلاق وتحدي صباحي جميل. أرى هنا الدخولات بدت والوصول مبعد حمد بن سعيد بن حارب العفاري برق أيضا قادم بأول إذاعة
مع ابو سيف مبارك بن علي بالضبع الاكتبي من ياتينا على المركز الثالث. وفي المركز الرابع نجد سعيد بن سليم بن سالم بالاسود العامري من يأتي على المركز الرابع. وفي المركز الخامس هنا التدخلات على خامس المراكز والوصول من هتاش وشعار بعمر سيف بن مطر بن سيف باللاحد الهايري من يأتينا بأول ندى بهتاش هنا على المركز الخامس. السلوم التحديات المركز السادس الوصول في هذه اللحظات من سراب عبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي من ينطلق بالتحديات حدي مروج هناك من الجانب الثاني سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي وبن حزيم ايضا في المنافسه سالم بن عبد الله بن سالم بن حزيم الفلاسي مع شاهين في صلب المنافسه. نعود الى صداره نعود الى المقدمه والى المركز الاول وصداره هذا الشوط هنا والمقدمه مع مبعد حمد بن سعيد بن حارب العفاري من غير على صداره على المقدمه وعلى المركز الاول وصداره هذا الشوط غير على المقدمة على المركز الأول ينطلق بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة مبعد على الصدارة على المركز الأول براق في المركز الثاني مبارك بن علي بالضبعة لقتبي والقودم هتاش قادم بكل قوة هنا لسيف بن مطر بالسيف باللاحد الهايري من يأتينا على المر ويتسلل إلى المركز الثاني هو لكن الصدارة والمقدمة والمركز الأول مع مبعد المسيطر على زمام الأمور المسيطر على الصدارة وعلى المركز الأول سيطرة جميلة بهذا الأداء الجميل مبعد إذن للسيد حمد بن سعيد بن حارب العفاري على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول والسلام لأهالي مدينة العين على هذا الفوز الجميل لمبعد ولحظة اقترابه من المنصة الرئيسية معلن الفوز معلن الناموس معلن التحدي ها هي لحظة وصوله إلى الحزام الأخضر معلن الفوز والناموس تهانينا للسيد حمد بن سعيد بن حارب العفاري بينما المركز الثاني أتانا مشاهدينا الكرام على المركز الثاني في هذه اللحظات والانطلاق والتحدي من قبل نجد سعيد بن سليم بن سالم بالأسود العامري وفي المركز الثالث للسيد عبير بن سلطان بن علي بن رشيد المركز الرابع وصل بارود هنا أيضا أو مروق سعيد بن سالم بن حمد بن دري الفلاحي ونعود مشاهدينا الكرام إلى التوقيت الزمني ولحظة الوصول في هذه اللحظات هنا لمبعد لحمد بن سعيد بن حارب العفاري تهانينا لو الناموس بسبع دقائق 54 ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني المركز الثاني كان من نصيب نجد من أتى على ثاني المراكز لسعيد بن سليم بن سالم بالأسود العامري بسبع دقائق 56 ثانية سبعة من الأجزاء من الثانية توقيت الزمني أما المركز الثالث فكان من نصيب سراب لعبيد بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي بسبع دقائق 57 ثانية ثمانية من الأجزاء من الثانية توقيت الزمن تهانينا والناموس تهانينا للجميع.